يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى. أنا بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس الميعاد. النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا. النهاردة إحنا بنعيش ذكرى حدث تاريخي مهم جدا في حياتنا وفي حياة ولادنا وفي حياة كل المصريين، ثورة 30 يونيو، الثورة اللي حررتنا من ظلم وظلام جماعة الإخوان الإرهابية، الثورة اللي حافظت على هويتنا وثقافتنا المصرية. وزي ما كلنا عارفين إن اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لانطلاق ثورة 30 يونيو، مثقفينا اللي قالوا لأ للجهل، مثقفينا اللي قالوا لأ لأي حاجة ممكن ترجعنا لورا وتغيب عقلنا ووعينا. النهاردة الحقيقة مختلف تماما بسبب الثورة دي وبسبب الوقفة اللي حصلت دي. هنتكلم عن المشهد الثقافي بعد ثورة 30 يونيو، ازاي كان في حرص من جانب الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء عقل الإنسان المصري، برفع وعيه خاصة عند الأجيال الجديدة. قد ايه مهم اننا نتكلم ونوثق احداثنا التاريخية المهمة دي، قد ايه مهم ان احنا نتكلم عن انجازاتنا وبطولاتنا عشان كل الأجيال الجديدة تفهم وتقدر حجم المجهود اللي اتبذل عشان نحافظ على بلدنا، تفهم وتقدر حجم المجهود اللي اتبذل عشان نكون في مستقبل أفضل ويكون معانا الفترة اللي جاية كل اللي اتمنيناه لبلدنا. الحقيقة أن ثورتنا كانت ثورة تنويرية، ثورة فكرية، ثورة ثقافية. الحقيقة أن احنا النهاردة كمان هيكون معانا وهينورنا في الاستوديو الأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة. هنتكلم معاها أكتر عن التنمية الثقافية، هنتكلم معاها أكتر عن كل الجديد اللي حصل في عالم الثقافة بعد ثورة 30 يونيو. بس طبعا قبل ما أستقبل ضيفتي في الاستوديو، هيكون معانا من خلال زوم الأستاذ الدكتور محمد أحمد عدوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط، واللي أعد كتاب 30 يونيو ثورة شعب ومستقبل مصر الحديثة. والحقيقة أنه الكتاب صدر العام الماضي من مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط. هنعرف تفاصيل أكتر عن الكتاب، هنعرف تفاصيل أكتر عن الثورة واللي اتكلم فيها الأستاذ الدكتور محمد أحمد عدوي من خلاله لما نقابله عن طريق زوم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل المصريين طيبين وبخير بمناسبة ثورة 30 يونيو. وحضرتك طيبة وكل مشاهدينا الكرام بخير طبعا، وكل المصريين وأمتنا العربية بخير وسلام الحمد لله يا رب. طبعا في البداية حابة أتكلم مع حضرتك عن كتاب 30 يونيو، إيه أهم المحاور اللي ركزت عليها في الكتاب؟ هو في الحقيقة الكتاب فكرته الأساسية أن مر 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وفعلا يعني زي ما اخترنا العنوان في جامعة أسيوط في مركز رسالة المستقبل، اللي هي فعلا ثورة شعب وفعلا بنت أو بدأت في بناء مصر الحديثة. فحبينا يعني تكون الكتاب متروك ما بين يعني إيدين طلابنا وطالباتنا وشبابنا وشاباتنا لتوثيق هذا الحدث الأهم في يعني القرن 21 بالنسبة لمصر، وهو بداية بناء مصر الحديثة. فكانت الفكرة الأساسية أن احنا يبقى في وعي سياسي لدى الشباب يعني هذه الثورة المهمة الجديدة التي تمثل إن شاء الله خارطة طريق جديدة لمستقبل أفضل لمصر بشكل أساسي. ده كان الهدف من الكتاب. وبصراحة أنا يعني بصفة متخصص في يعني سياسات الأمن والتنمية، احنا فعلا كنا عاملين نرصد الاخطار المختلفه اللي بتحيط بالدوله المصريه من داخلها ومن خارجها في نتاج احداث 25 يناير. وبالفعل كانت ثوره 30 يونيو هي يعني الحدث الاكبر الذي اعاد لمصر الامن وفتح امامها طريق التنميه من جديد. فده كان يمكن الهدف اللي حركنا ان احنا نعمل هذا الكتاب، اللي اعتقد فعلا يعني هو بمثابه واجب وعرفان لما حدث في مصر والتضحيات التي قدمها ابناء مصر من القوات المسلحه ومن جهاز الشرطه وايضا الاهالي طبعا يعني
حفظ أمن واستقرار مصر في المرحلة صحيح الحالية وإن شاء الله في المستقبل. صحيح، تناولت جوانب كتيرة من التنمية اللي شهدتها مصر بعد 30 يونيو يا دكتور، ولو اتكلمنا عن أهم جوانب التنمية في الناحية الثقافية وكمان الناحية الأدبية بشكل عام، رصدت إيه؟ فعلا يا فندم، هو يعني يمكن احنا يعني بدأت الكتاب بالحديث عن مسألتين في غاية الأهمية، أولهم هو تحقيق الاستقرار السياسي، لأن فعلا يعني مصر عانت في الفترة من 2011 إلى يعني نهاية 2013 من حالة من عدم الاستقرار السياسي، وكلنا كنا لامسينها وعايشينها بهذا الشكل، وأيضا أحداث الإرهاب التي يعني نالت من أبناء مصر جميعا وخاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة، ثم أيضا جانب سياسي آخر مهم وهو إعادة الدور الإقليمي والعالمي لمصر الذي يليق بها ومكانتها وتاريخها. ثم بدأت في التطرق إلى الجوانب المختلفة للتنمية، يعني ما نسميه يعني بداية مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمصر في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو، وتناولت جوانب متعددة في هذا الكتاب، لعل منها ما يتعلق بالبنية الأساسية وما تم من إحداثه، يعني في ما يتعلق بشبكات المواني العالمية الآن التي أصبحت تملكها مصر، وأيضا شبكات الطرق والكباري التي يعني ربطت ما بين مفاصل الدولة المصرية كلها، أيضا ما يتعلق زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالحركة الثقافية التي يعني تمثل كما نتحدث دايما في أدبات التنمية أن التنمية بالأساس أساسها ثقافة المصريين، صحيح، وبالتالي كان اهتمام هناك اهتمام واضح طبعا بإعادة بناء الثقافة المصرية التي تعزز قيم الإنجاز والجدارة والاستحقاق والعمل من أجل المستقبل اللي هي بنسميها ركائز أساسية للتنمية. ايضا يعني حدث تطوير مهم في مجالات التنميه الزراعيه، ويمكن السنه دي تحديدا شاهدنا يعني ما حدث في ما يسمى بالريف المصري الجديد، وفعلا بدات مصر تحصد بعض ثمار ما انفقته، ايضا ما يتعلق تنمية الشعب المصري في مجال التعليم، أصبحنا الآن نتحدث عن جامعات حكومية متنوعة، جامعات أهلية، أيوة. بدأنا مسيرة مهمة في تطوير التعليم، إعادة يعني تكوين محتوى، أيضا هناك شبكة واسعة من الري و الترع والمصارف للحفاظ على الثروة المائية المصرية. أيضا أصبحنا نتحدث الآن عن يعني نهضة سياحية كبيرة تشهدها مصر، أيوة. سواء بناء على الطرق التي يتم مدها أو فيما يتعلق بإعادة الاعتبار لبناء دولة جاذبة للسياحة. صحيح، دي مسألة في غاية الأهمية لأن مصر طبعا لديها مقومات مهمة في هذا الإطار. طبعا ايضا ما يتعلق بتطوير المناطق العشوائيه والمناطق الخطره التي يعني كانت يعني تمثل تهديدا يوميا لحياه قاطنيها، وجدنا في مصر يعني اعاده بناء ومساكن بديله ومدن كامله لسكان وقاطني العشوائيات قديما، سواء في القاهره نتحدث عن الاسمرات، سواء في الاسكندريه نتحدث عن بشائر كتير وغيرها طبعا من يعني الوحدات السكنيه الضخمه، مثلث ماسبيرو وغيره، يعني نحن صحيح، نجد الان ان مشروعات العشوائيات كتيرة مصر جدا جدا، تتجمع. طبعا طبعا مشروعات كتيرة جدا، والحقيقة ان هي كانت ثورة فكرية، ثقافية، تنموية، تنويرية على جميع الأصعدة. أنا بشكر حضرتك دكتور محمد على وجودك معانا عن طريق زوم، وإن شاء الله يا رب المرة اللي جاية نتكلم بالتفصيل أكتر عن كتاب حضرتك في الاستوديو وتنورنا. دكتور محمد عدوي، بشكر حضرتك مرة تانية.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رانيا، ومتشكر جدا لحضرتك. ميرسي يا فندم، بشكر حضرتك. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا ومنورانا الأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، واللي هنتكلم معاها النهاردة إزاي اتغير المشهد الثقافي بعد 30 يونيو، إزاي كان المثقفين هم الشرارة الأولى لانطلاق الثورة، وإزاي الثورة دي أفرزت العديد والعديد من الإنتاج الثقافي والأدبي اللي إحنا الحقيقة بنحصد فيه لحد النهاردة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك ومنورانا. كل سنه وانتم طيبين يا رب، دايما 30 يونيو ترجع على مصر وهي في تقدم وازدهار ان شاء الله. ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل المصريين طيبين وبخير ودايما في تقدم يا رب. والحقيقه يعني احب اعرف من حضرتك اهم انجازات ثوره 30 يونيو على المستوى الثقافي بشكل عام بشكل شامل من وجهه نظرك كانت ايه؟ الحقيقه ان ثوره 30 يونيو حطت الثقافه كاولويه، وبناء الإنسان كبند رئيسي ضمن خطة الدولة ورؤية مصر 2030. احنا شفنا من وقت 30 يونيو حتى هذه اللحظة كان في إنجازات كتيرة جدا في مجالات الهوية، مجالات العدالة الثقافية، مجالات بناء الإنسان، دعم المواطن المصري شباب وأطفال ومرأة في المناطق الحدودية. شفنا فعاليات ثقافية بتروح لأماكن ما كانتش بتروح لها قبل كده، بتوصل لأبعد نقطة في مصر في الحدود المصرية. صحيح. بقينا بنشوف قوافل ثقافية بتروح، مسرحيات متواجدة في كل مكان في مصر من خلال مسرح المواجهة والتجوال، من خلال المسرح المتنقل، مكتبات متنقلة، مكتبات متنقلة بتروح كل قرية في مصر، على في الأماكن الحدودية. بالظبط. يعني احنا بقينا بنشوف حاجات ما كانتش موجود قبل كده، بقينا بنشوف سيدات عندهم 70 سنة بيحضروا معانا عروض مسرحية وبيشوفوا فنانين وبيحصل لهم حالة من البهجة والانبهار والسعادة ان هم اول مرة يحضروا عرض مسرحي بشكل حي. بنشوف اطفال موجود معاهم الكتاب بشكل رئيسي، وجبة ثقافية متنوعة بتوصل ليهم لغاية عندهم معارض كتاب في كل مصر. بقينا بنشوف ترجمات لكل لغات العالم، ترجمات عكسية كمان. كل ده اهتمام وتوجيهات من القيادة السياسية. الرئيس السيسي دايما كان بيوجه ان بناء الإنسان هو أهم خطط الدولة المصرية. تنمية عقولنا، تنوير عقولنا، حياتنا الثقافية، تنمية أطفالنا، تأكيد على هويتنا المصرية والثقافية لشبابنا، توثيق أحداثنا التاريخية وإنجازاتنا وإنجازات قيادتنا، كانت واحدة من أهم أهدافنا كإعلاميين، كانت واحدة من أهم أهدافكم كمثقفين وكوزارة ثقافة، كانت على كل المؤسسات الحقيقة إن هم يقوموا بدورهم في ده، لأن ده كان في غاية الأهمية، لأنه المجهود اللي اتبذل كان كبير جدا، الإنجازات اللي اتعملت كانت كتيرة جدا، وكان علينا توثيق ده. إزاي أنتم كوزارة ثقافة أكدتوا على توثيق كل ما حدث في 30 يونيو؟ الحقيقة إن زي ما حضرتك قلتي إن وزارة الثقافة كانت هي الشرارة الأولى اللي انطلقت منها 30 يونيو، كان المثقفين هم الدافعين والداعمين للتحرك. يعني إحنا لو نفتكر من 11 سنة الوقت اللي تحرك فيه المثقفين تجاه وزارة الثقافة للاعتصام فيها، طبعا اعتصام المثقفين وكانت الشعلة الأولى بالظبط للثورة. من هذه اللحظة حتى الآن كان التوثيق كل ما يحدث في مصر هو مهمة رئيسية لوزارة الثقافة. يعني احنا بنشوف كمان مجموعة من البرامج اللي بتدعم توثيق وتأهيل طبعاً. وتعريف بما حدث على أرض مصر وما زال يحدث من إنجازات ومشروعات. عندنا برنامج من أهم البرامج والمبادرات الموجودة في وزارة الثقافة هي برنامج أهل مصر. البرنامج ده أو المبادرة دي بتاخد الشباب من المناطق الحدودية ومن المحافظات وبناخدهم للمشروعات القومية عشان نعرفهم دايما ايه اللي بيتم تقديمه، ايه الانجازات اللي حصلت على ارض الواقع. ده طبعا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طبعاً. طلب في اكتر من مره صحيح. ان احنا نعرف الشباب ايه اللي بيحصل في ارض طبعاً. مصر،
عشان كده أهل مصر بتعمل أكتر من ملتقى، بنروح بتوعوا بتثقفوا بتعلموا بتنشروا الأفكار الإيجابية الوطنية، بتأكدوا على الهوية المصرية. يعني أكيد إحنا بنحاول إن إحنا كمان ناخد أطفالنا وشبابنا من الحروب الجيل الرابع اللي بتحاول تضلل، اللي تحاول تقلل من الإنجاز المبذول على أرض طبعًا الواقع، سواء المشروعات القومية، سواء برامج بناء الإنسان، سواء ما يتم في مؤسساتنا التعليمية والتربوية، سواء الإنجازات اللي إحنا عندنا أكبر مدينة فضاء موجودة حاليا وبتبنى على أرض الواقع. صحيح. كل ده بيتم في خلال تعاون مع القيادة والدولة المصرية بالضبط والوزارات المصرية. طبعًا. إحنا عندنا يعني يمكن ما فيش وزارة تقدر تشتغل لوحدها في تنمية بلد. إحنا النهاردة عندنا تعاون ما بين كل مؤسسات الدولة فعلا، ما بين كل وزارات الدولة. بنتكلم عن الثقافة، بنتكلم عن السياحة، بنتكلم عن الشباب والرياضة، بنتكلم عن كل وزارات الدولة. فعلا يعني عصر الجزر المنعزلة والوزارة التي تعمل منفردة أو في معزل عن الوزارات الأخرى أصبح طبعًا من الماضي. كلنا بنكمل بعض حاليا كوزارات. بقينا بنشوف مثلا عروض مسرحية في مراكز الشباب والرياضة، شفنا مسرحة المناهج مع وزارة التعليم. أيوة. بقى عندنا يوم ثقافي كامل انطلق العام الماضي واستمر معنا السنة دي، يبقى في يوم تعليمي ثقافي فني لأطفالنا، لأن هم دول جيل المستقبل، هم دول الهدف اللي صحيح بنزرع من جواهم بذرة الثقافة وبذرة التعليم وبذرة الفن طبعًا، عشان بعد كده نبقى نشوف نجوم في عالم الثقافة والإبداع والفكر وفي كل المجالات. وده في كل المجالات الحقيقة احنا بنبحث دايما عن ان احنا ننشئ جيل مصري أصيل، جيل مصري فخور ببلده، فخور ببطولات بلده فعلا، فخور بإنجازات بلده، فخور بكل اللي مرت بيه بلده من صعوبات وتحديات وقدرت تكمل، ومش بس تكمل، قدرت تكمل وقدرت تنمي وقدرت تكبر فعلا. وده يمكن شفنا انعكاسه بشكل كبير قوي في مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية طبعا دي السيد. كانت مسابقة تجنن، وشفناها طبعا في معرض الكتاب فعلا. والحقيقة انه خليني اتنقل معاكي بسرعة لموضوع معرض الكتاب. وطبعا معرض الكتاب اكيد كوزارة ثقافة بيعد واحد من اهم الاحداث الثقافية بالنسبة لكم فعلا. ومعرض الكتاب الحقيقة انه التطور اللي حصل فيه على جميع المستويات، من تغيير مكانه، من تنظيمه، من التحول الرقمي، من تسهيلاته وتيسيراته اللي حصلت، الحقيقة ده كان بالنسبة لنا إحنا كمان لأننا متابعينه خطوة بخطوة، كان الحقيقة يعني شيء نفخر به كمصري. يعني نقلة حضارية، إحنا يعني ما نقدرش ننسى اللي كان بيحصل قبل كده في موقعه القديم في مدينة نصر، كان دايما معانا أيوة منشط سنوي الأمطار تغرق معرض الكتاب. أيوة. ده قبل ما يتم نقله لمقره الجديد في التجمع الخامس في أرض المعارض. أيوة. المنظر الحضاري الرائع طبعًا اللي التنظيم كل حاجة تبقى فوق الرائعة فعلا. والسنة دي حققنا رقم قياسي. حققنا أكتر من 4 مليون زائر، ده رقم غير مسبوق طوال 55 دورة السابقة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيوة. ده بيدل على شيء فيدل أن الناس متعطشة للثقافة. أن الكتاب الورقي لسه ليه حظوظه، وأن الشباب المصري والأسرة المصرية بتحرص على صحيح الثقافة والتعليم، وأن يكون الكتاب هو جزء رئيسي من يومهم ويوم أبنائهم. وبيأكد كمان على الريادة المصرية فعلا، بيأكد كمان على القيادة المصرية الواعية المثقفة اللي دايما دايما بتكون ليها الأولوية وإن هي تبتدي. لأنه النهاردة معرض الكتاب إحنا مش بس مصريين اللي بنشوفه فيه فعلا، إحنا بنشوف من جميع الوطن العربي، إحنا بنشوف من كل البلد، إحنا بنشوف حتى الأجانب المقيمين في مصر وخارج مصر ما بيفوتوش هذا الحدث، إن هم يروحوا ويحضروا ويشتروا ويشوفوا ويحضروا كل الندوات اللي موجودة. فاحنا مش بس بنتكلم عن المصريين، ده احنا كمان بنتكلم عن انه احنا قد ايه لينا الرياده في 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 في, في العالم الثقافي العربي ككتاب، كناشرين، كصناع للثقافه. فعلا يظل معرض القاهره الدولي للكتاب هو اهم معرض في المنطقه العربيه، وان لم يكن من اهم المعارض على مستوى العالم، بما فيه من فاعليات، من ندوات، من مثقفين، من رموز، من قوتنا الناعمه المؤثره طبعا داخل وخارج مصر طبعًا. وستظل. وده يمكن أحد المحاور الرئيسية اللي بتعمل عليها وزارة الثقافة، فكرة الريادة الثقافية، إن مصر قد إيه مؤثرة وقد إيه لازم نحافظ على هذه الريادة الثقافية في مصر والوطن طبعًا العربي طبعًا. خلينا نطلع لفاصل أستاذة رضوى ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك بعد الفاصل على طول. تفضل.
ثورة حملت معها كل بشائر الخير، منحت الأمل وحررت الوطن من مصير مجهول. إنها ثورة 30 من يونيو التي سطرت لمصر فصلاً جديداً في تاريخها، أنهت فيه حكم الظلام وشقت للتنمية أبوابها في كل مجالات الحياة. وهناك العديد من الكتب التي وثقت لأسباب ثورة يونيو وكيف قضت على جماعة الإخوان الإرهابية وأهم الإنجازات التي تبعت قيام هذه الثورة العظيمة. ومن أهم هذه الكتب كتاب ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر، والذي أصدرته الهيئة العامة للكتاب ومؤلفه اللواء الدكتور مصطفى كامل محمد. يتناول هذا الكتاب تأثير ثورة 30 يونيو على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر في ضوء النتائج التي ترتبت على هذه الثورة، وعلى رأسها إقصاء جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر. كذلك كتاب ثورة 30 يونيو وملحمة بناء الجمهورية الجديدة الصادر عن حزب مستقبل وطن، والذي يحلل فيه عدد من باحثي الحزب إنجازات مصر داخلياً وخارجياً بعد ثورة 30 يونيو. وقد رصد الكاتب الصحفي محمد الباز في كتابه أيام مرسي كتاب الصدمات الكثير من التفاصيل والوقائع التي تبرز جرائم حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وأيضاً كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، الذي قدم في كتابه ملخصاً للفترة الزمنية التي مرت بها مصر منذ يناير 2011 حتى يونيو 2013. لم تنتهي الكتب ولن تجف الأقلام التي ستقف كثيراً عند هذا التاريخ، ترصد وتوثق وتحلل لتتذكر الأجيال اللاحقة دوماً أن الطريق إلى المستقبل لم يكن أبداً سهلاً. رجعنا لحضراتكم ولسه منورانا الأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة. هنتكلم معاها عن تفاصيل أكتر ليها علاقة بكل الجديد اللي حصل في عالم الثقافة بعد ثورة 30 يونيو، أهم الإنجازات التنموية والتوعوية والتثقيفية وحتى التعليمية اللي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو. والحقيقة عايزة أتكلم معاكي عن مبادرة حياة كريمة. اتكلمنا عن مبادرة أهل مصر اللي بترعوها طبعا في وزارة الثقافة، خلينا كمان نتكلم عن مبادرة حياة كريمة، اهتمامهم بنشر الوعي، اهتمامهم بالتعليم، اهتمامهم بالدعم، اهتمامهم بالتنمية الحقيقية للأسر المصرية الفقيرة اللي عاشت يعني طول الوقت كانت يمكن منسية وما كانتش في اهتمام بيها بالقدر الكافي. الحقيقة أن من اللحظة الأولى لانطلاق المشروع الرئاسي حياة كريمة كان لوزارة الثقافة بصمة مهمة جداً لوضع برنامج ثقافي متكامل داخل قرى حياة كريمة، من خلال المكتبات المتنقلة، من خلال مشروع زي كشك كتابك اللي بيوفر الكتب داخل قرى حياة كريمة، من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتكررة على مدار العام. يعني كان آخرها إحنا من أيام تم إطلاق 8 مسارح متنقلة جديدة لقرى حياة كريمة، دي هيتم تخصيصها فقط لقرى حياة كريمة. كمان بيكون في مجموعة من الفعاليات، احنا كمان بنشوف رحلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتكون من أبناء قرى حياة كريمة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامج متكامل بيتم إطلاقه سنويا مع الأجازة الصيفية، بيتم تخصيص جزء كبير منه لقرى حياة كريمة، في فعاليات مسرحية وكتب ومعارض كتاب، كل ده بيتم بالتعاون مع هيئات وزارة الثقافة المتنوعة والمتعددة. الهدف منها ان احنا نكافح التطرف، نواجه الافكار الغريبة والشاذة اللي كان ممكن تكون تتسرب الى الاماكن البعيدة عن الخدمة الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية. صحيح. وده أحد أولويات وزارة الثقافة طبعا لازم نشير إليها، إن إحنا نحقق العدالة الثقافية، إن المنتج الثقافي ما يكونش بس في العاصمة ولا في اسكندرية ولا في المدن الكبرى، يكون يوصل أبعد نقطة في مصر من خلال قوافل، من خلال إنشاء قصور ثقافة متنوعة. إحنا قدرنا إن إحنا خلال ال 11 سنة اللي فاتت إن يكون عندنا أكتر من 200 منشأة ثقافية موجودة يتم افتتاحها لدعم وخدمة أبناء المحافظات المختلفة سواء في الصعيد أو في وجه بحري. دي من البرامج المهمة جدا اللي بتحرص وزارة الثقافة على رأس الأولويات لتحقيق
فكرة العدالة الثقافية طبعا. مش بس في قرى حياة كريمة، كمان عندنا المناطق بديل العشوائيات. أيوه. ده برنامج تاني كمان بتعمل عليه هيئة قصور الثقافة، إن إحنا نروح لأبناء مناطق بديل العشوائيات ببرامجنا المتعددة، وكمان يكون هم جزء من البرامج اللي بتتقدم، سواء في معرض الكتاب، سواء في المسرح، سواء في السيرك، سواء في كل المؤسسات، المكاتب الصيفية، المكتبات الصيفية، بالضبط يكون جزء مهم، كل الأنشطة الثقافية، كل الأنشطة والفعاليات اللي بيتم تنظيمها يكون للمناطق بديل العشوائيات حظ منها وحظ طبعًا. وفير كمان طبعا. خليني أتنقل معاكي من المناطق العشوائية طبعا والقرى والأماكن اللي يمكن الحقيقة دلوقتي بقى فيه نشاط كبير جدا جدا لوعي الثقافة فيها والتعليم فيها والنشر الهوية المصرية والتأكيد عليها. خلينا نروح للمناطق الحدودية والأكثر خطورة، وخليني أقول أنه إحنا النهاردة عندنا حرب توعوية، إحنا النهاردة عندنا حرب تنويرية، النهاردة عندنا حرب ثقافية تأكيدا على مصريتنا تأكيدا على هويتنا وتأكيدا على حقوقنا كمصريين. ودي كمان أعتقد أنه كانت يعني من أهم أدواركم فعلا، يعني برنامج أهل مصر أو مبادرة أهل مصر أو مشروع أهل مصر واحد من أهم البرامج اللي بتدعمها وزارة الثقافة من خلال في المناطق الحدودية، المناطق الحدودية مخصصة للمناطق الحدودية طبعا. كمان يعني احنا من شهر تقريبا كان عندنا للمرة الأولى معرض للكتاب في الشلاتين، ولو تشوفي الاستقبال الرائع اللي كان من أهالي الشلاتين، أول معرض للكتاب يتم تنظيمه في هذه النقطة الغالية في المصريين، مش بس الشلاتين، عندنا العريش اللي حرمت لسنين طويلة وكان فيها مواجهات إرهابية كتير. شفنا السنة اللي فاتت افتتاح مكتبتين وإعادة تأهيلهم، مكتبة السلام ومكتبة العريش العامة، كمان في السيرك القومي بعد ما اتحرمت منه العريش لسنين طويلة رجع تاني يؤدي خدمته. هيئة قصور الثقافة افتتحت قصر ثقافة العريش، رحنا رفح، رحنا الشيخ زويد، رحنا أماكن كتير بفعاليات متنوعة لأبناء العريش، وهتستمر خلال الأيام القادمة. بالظبط لازم تستمر، وده اللي أنا عايزة أقوله لحضرتك أستاذة رضوى. يعني إحنا دلوقتي في أجازات صيفية وعندنا وقت كبير جدا جدا وأوقات فراغ كبيرة جدا، أتمنى إن أولادنا اللي هناك وأطفالنا اللي هناك وأسرنا اللي هناك وأهالينا اللي هناك يكون عندهم قدر كافي من الحظ إن هم يستمتعوا ب ب ب ب ببطولاتنا، يعرفوا عن قيادتنا، يعرفوا عن حكاياتنا ويعرفوا أكتر عن تاريخنا، يسمعوا عن كل الصعوبات وكل التحديات اللي احنا عديناها. طبعا كل واحد على حسب بقى الفئة العمرية، يعني الأطفال أكيد بتقدموا لهم بطريقة معينة، الشباب أكيد بتخطبوهم بلغة معينة، العائلات والأسر أكيد بيكون لكم برضو تواصل معهم بطرق معينة. بيكون في ثلاث فئات مختلفة، شباب وطفل ومرأة، كل واحد في المرأة طبعا ليه برنامج متكامل بيتم الإعداد وتقديمه من خلال المشروع، من خلال نخبة من المدربين والمتخصصين بيقدموا ورش عمل، بيقدموا حرف تراثية والتدريب عليها، بيقدموا رسم وتأليف، وكمان بيكون في تعريف بالمسابقات اللي بيتنظمها الوزارة عشان الأطفال دول يشاركوا فيها ويبقوا جزء منها طبعاً. عشان نقدر إن احنا يسمعوا حكاياتنا ويسمعوا حكايات أبطالنا فعلاً. ونتأكد معاهم على هويتنا المصرية ونأكد معاهم على وطنيتهم. ويمكن طبعاً. عشان كده ده كان مردوده إن احنا شفنا ان اكتر المتقدمين لمسابقه المبدع الصغير هم من المحافظات، لان عشان كده شفنا اكبر عدد من اسيوط طبعا، اكتر يعني 10,000 طفل تم تقديمهم، اكتر من الاكثر منهم هم جايين من المحافظات الصعيد او المحافظات الحدوديه. السنه دي للمره الاولى يكون عندنا الفايزه بالمركز الاول من شمال سيناء، وقد ايه البنت رائعه لما نلاقي طفله 10 سنين و11 سنه بتالف قصه بتتكلم فيها عن البيئه بتاعتها والطبيعه اللي عاشت فيها، وهي بجد قد إيه أثر فيها ما تم تقديمه من خدمات ثقافية وتوعوية طبعًا. خلال السنين طبعًا. اللي فاتت طبعا الرقمنة والتحول الرقمي واهتمام وزارة الثقافة على التطور واهتمامكم على التواصل مع التكنولوجيا، خاصة أنه لفترة من الفترات إحنا كنا قلقانين على الهوية المصرية والثقافة المصرية من التكنولوجيا والسرعة الحصول على المعلومة والاختراق اللي حصل بشكل كبير جدا من خلال الانترنت، وانه قد ايه ولادنا وقد ايه كل الشباب النهارده سهل ان هم يتم اختراقهم بشكل سريع جدا من خلال التكنولوجيا. اعتقد ان انتوا اهتميتوا جدا بده وطورتوا جدا ده وتعاملتوا
بشكل جيد جدا مع ده. خليني اقول لك ان احنا في هذا المجال بنشتغل على محورين، محور فيما يخص التوثيق الرقمي للكتب والسينما وحمايه تراثنا من خلال رقمنته وتحويله للديجيتالايز، ده محور. المحور الثاني تم اطلاق مبادره مهمه جدا هي انا رقمي. المبادره دي بتشتغل على تدريب الاطفال، تعليمهم البرمجه، الابتكار، وبعد كده هيتم تنفيذ ما تم تعليمه من خلال مسابقات هيتم طرحها، وفي المرحلة الثالثة إن شاء الله هيكون في تسويق للمنتج الرقمي اللي خرج من الأطفال. ده برضو أحد المحاور المهمة. أيوة. المبدع الصغير فيها فرع مهم جدا، هو فرع الابتكار والتطبيقات الرقمية، وقد إيه برضو هنرجع بقولك قد إيه أطفالنا مبدعين. قابلنا منهم كتير جدا في معرض الكتاب، وكنا في منتهى السعادة جدا الحقيقة. فده كله بيصب فيه فكرة إن إحنا ننتقل إلى جيل رقمي، مبرمجين أطفال على مستوى التقدم اللي بتشهده هذه المجالات. كمان التوثيق زي ما قلت حضرتك ده جزء مهم جدا لتراثنا، لتاريخنا، لوثائقنا، لكتبنا. أكثر من 30,000 كتاب تم رقمنتهم بشكل كامل، ده طبعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات. تراثنا الموسيقي اللي موجود في دار الأوبرا المصرية كمان تم توثيقه ورقمنته. أكاديمية الفنون كمان ليها حظ من رقمنة التراث اللي موجود عندها والتاريخ اللي موجود عندها. الثقافة والجمهورية الجديدة وأهم المشروعات الثقافية اللي بتقوموا بيها في العاصمة الإدارية. الحقيقة أن الدولة المصرية زي ما اتكلمنا دايما كانت بتولي المشروعات الثقافية اهتمام، وأنا هنا بتكلم كمان مش بس كوني مستشار إعلامي، ولكن كمواطنة مصرية ومتخصصة في الشأن الثقافي وفخورة بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة. عندنا واحدة من أهم المدن الثقافية، عندنا مدينة الثقافة والفنون اللي بتحوي متحف للآثار من أهم المتاحف الأثرية اللي موجودة في مصر. كمان عندنا واحدة من أهم المكتبات اللي موجودة هناك، دار أوبرا من أفخم وأجمل وأروع دور الأوبرا اللي موجودة مش بس في مصر ولكن في العالم. ده كله هيكون جزء رئيسي من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتعريف بثقافتنا وبهويتنا وبفنوننا للعالم كله. أهم المشروعات اللي بتهتموا بيها في وزارة الثقافة للفترة اللي جاية إن شاء الله. الحقيقة الفترة اللي جاية هتشهد زخم ثقافي والعديد من الأنشطة الثقافية إن شاء الله. هيكون عندنا انطلاقة قريبة لمهرجان العالمين اللي هيشهد في نسخة التانية مجموعة من الفعاليات، مش بس هتكون في أيام الويك إند لكن طوال الأسبوع. وزارة الثقافة هتتعاون بشكل كبير مع الشركة المتحدة، هيكون في أنشطة للطفل، هيكون في أنشطة للتراثية، هتقدم تراثنا وهويتنا لزوار العالمين. وكنا السنه اللي فاتت توقعنا 1,000,000 زائر، فاحنا السنه دي ان شاء الله هننتظر اكتر من الرقم ده بكتير. هنعرف بثقافتنا وبهويتنا، دي من المشروعات المهمه. الوزاره ان شاء الله خلال ايام هيتم اطلاق مبادره مهمه هي مصر تقرا. هيكون هدفنا ان احنا ننشر الكتاب في كل مصر. ضمن المشاريع المهمه كمان هيكون في اهتمام بالمتاحف. عندنا المعرض العام بيعمل حاليا بمشاركه اكثر من 300 فنان تشكيلي. عندنا المتاحف المصرية المتعددة اللي بدأوا المصريين كلهم ان هم يشوفوا متاحفنا القومية والفنية. من اهم المشروعات كمان اللي بتشتغل عليها الوزارة فكرة ان يكون في انشطة لابنائنا واهلنا اللي انتقلوا للعاصمة الادارية الجديدة خلال مجموعة من الانشطة اللي بتتقدم في زهرة العاصمة الادارية الجديدة. كلها انشطة وفعاليات مهمة هنشهدها خلال الفترة القادمة. أكيد. الى جانب الفعاليات والانشطة اللي بتقدم بشكل دوري. كمان أكيد. عندنا ثقافتنا في أجازتنا، ده برنامج سنوي بيتم تقديمه لأبنائنا في كل مصر بالتزامن مع أجازة الصيف عشان يكون دايما صيفهم ثقافة وإبداع وفن. ده كلام رائع، وأنا دايما الحقيقة بقول إنه إحنا حربنا هنا، حربنا في عقلنا، حربنا في ثقافتنا، حربنا في هويتنا المصرية، حربنا في وطنيتنا المصرية، حربنا في عقولنا، في تنميتها، في تطويرها، في تعليمها، في تنويرها. وهو ده إن شاء الله اللي إحنا كلنا بنشتغل عليه كل واحد من مكانه. بشكرك أستاذة رضوى على وجودك معنا النهاردة. سعيدة بالتواجد. أنا كمان سعيدة جدا باللقاء. كل سنة طيبة. وحضرتك طيبة، ميرسي جدا. طبعا بشكر ضيفتي اللي نورتنا النهاردة الأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة. بتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير، كل سنة وبلدنا قد الدنيا. كان معاكم رانيا السيد، بشكركم.